شوبينج صار أحياناً على MTV ضمن برنامجنا شوبينج باي بست سيلر. عم نطلع عليكم يومياً لنعرفكم على أصناف متنوعة ومميزة، وهيك فيكم تصيروا تعملوا شوبينج بطريقة كتير سهلة وواضحة وبأسعار كتير مقبولة. أنتم مرتاحين، ما لكم إلا تختاروا وتتصلوا فينا على بست سيلر على 01-44-55-55 وبيصل الغرض لعندكم وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. إذا في كتير شوب أسرع وأهين طريقة لتبريد حيال لغرفة إنستافريش، من أحدث تكنولوجيا لترتيب وتبريد الجو، هي عبارة عن هالمكنة يلي ما قلنا إلا نعبيها مي بس ونوصلها بالكهرباء وندورها ونتركها تشتغل، وهي كفيلة بتبريد الغرفة يلي نحن قاعدين فيها. إنستافريش مش بس بتبرد الجو، بتنقل الهواء الملوث كمان، وأهم شيء إنه فينا ننقلها من غرفة لغرفة وبتمشي على 3 سرعات. إنستافريش ما بتأذي البيئة وفيكن تحصلوا عليها $59 بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. ما لكم إلا تتصلوا ببس سلر على 01-44-55-55. قديم نعطي الهم، بس بدنا نقطع شيء بدنا نشيل الكاتينج بورد والسكين المناسب لكل شغلة، والتقطيع بياخد معنا وقت والتنظيف كمان، بس مع كوب إكسبرس نحلت هالمشكلة. كوب إكسبرس هو سكين وكاتينج بورد بنفس الوقت، بقصلنا حيالله شغلة بدنا إياها بثواني، بقص 10 مرات أسرع من الطريقة التقليدية، بقص الجزر، البصل، الخيار، الذرة، بطاطا، جبنة، دجاج واللحمة. كوب إكسبرس مزود بروستور لتسريع عملية القص، ومزود كمان بقفل لسلامتنا لنضبه من دون ما ياخد محل. فيكن تحصلوا على الواحد $24، على الاثنين $30. تصلوا ببستلر على 01-44-55-55 وبيوصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. من نحن وصغار ما فينا نشوف غزل البنات وما نطلب من أهلنا يجيبون لنا منه. هلأ صار في كوتون كاندي ميكر ماشين سعره $42، بتخلينا نعمل كوتون كاندي ببيتنا بطريقة مهضومة نحن وجمال الأولاد حولنا وعم نلعبون. حتى بالبيرثدايز الأولاد فيهم يستعملوها لأنه طريقتها كتير سهلة وآمنة وأكيد بينبسطوا فيها كتير. بدكم بس تحطوا سكر مطرح الفراغ بالنص وتكبسوا زر الأون للدور، تمسكوا حيالا ستيك بإيدكن وبتصيروا تبرموا ليلف السكر عليها، وهيك بصير عنا أطيب كوتون كاندي. إذا بدكن ياهن ملونين بتحطوا السكر بكولوران وبترجعوا بتحطوه بالماشين وبيطلع اللون يلي بدكن ياه. تصلوا على بستلر على 01-44-55-55 وبتحصلوا على هالماشين ب $42 بس وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. قدام نتمنى يكون عنا معدة وبطن فلات، بس هيدا من دون شغل كتير وعذاب ونوادي رياضية ورجيم كمان، بس مع فيبراتون ماكس الجديد انحلت هالمشكلة. فيبراتون ماكس كتير قوي وسريع، بيبرم لحد 900 برمة بدقيقة تيعطينا النتيجة اللي بدنا إياها، والنتيجة هي تكسير كل الدهون من المنطقة يلي منحطه عليها وشد العضل وإزالة الترهلات تيصير عنا الجسم يلي عطول منحب يكون عنا إياه. فيبراتون ماكس فينا نستعمله نحن وعم نحضر تي في أو نحن وعم نقرأ بالتخت أو حتى نحن وعم نسمع موسيقى أو بحيالة محل بالبيت أو بالمكتب، كما فينا نستعمله على منطقة الأرداف كمان لمدة 10 دقائق كل يوم. فيبراتون ماكس فيكن تحصلوا عليه ب $88 بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. ما يكون إلا تتصلوا ببستلر على 01-44-55-55. شعرنا فريزي وعم بعزمنا تنملسه أو بدنا نعمل براشنج بسرعة لأن إجينا مشوار ضروري ومش قادرين نروح عند الحلاق، هالفرشاية هي الحل. ستريت برو على الكهرباء مصنوعة من أجود أنواع السيراميك، بتحمى كتير بسرعة وفينا نقوي أو نخفف حرارتها مثل ما بدنا، وأكيد فيها LCD سكرين تنحط الحرارة يلي بتناسب نوع شعرنا، وفيها توصل لل 230 درجة، يعني قد ما يكون الشعر صعب تمليسه هالستريت برو بتقوم بالمهمة وشعرنا بيملس بسرعة. فيكن تحصلوا عليها ب $36 بس وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. تصلوا ببستلر على 01-44-55-55. قدام نتعذب تنلاقي المخدة يلي بتريحنا، واوقات بالسفر منضطر ناخد مخدتنا معنا يلي معودين عليها،
مع إربيلو ما بقى نعطي الهم لأنه بتناسب كل الناس، فيها 65 مليون ميكروبي بس نحط راسنا عليها هي بتتأقلم على الوضعية يلي أخدناها ويلي بتناسبنا وبتحافظ على وضعية جالسة للعمود الفقري من الرقبة لأسفل الظهر، يعني ليلي عندهم وجع ظهر كتير رح يستفيدوا ويرتاحوا بس يستعملوا إربيلو مغلفة بقماش بيتنفس لنومة منعشة وصحية أكتر، وهالمخدة لأنها مش قاسية بتمنع تجاعيد الوجه إنه يطوروا أو يزيدوا، كما أنها بتساعدنا على عدم الشخير لأنه وضعيتنا بتكون سليمة كل الليل. إربيلو فيكن تحصلوا عليها ب 26 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان، ما لكم إلا تتصلوا ببستلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم من دون أي كلفة توصيل إضافية. مين منا ما بحب مفروشاته وسجاداته خاصة طيب ونضاف ومرتبين؟ ديتاش إكسبرس مسحو واحد ووحيد رح يريحك من كل هالمسائل والبقع يلي برأيك مستحيل تروح. ديتاش إكسبرس فينا نستعمله للغسالة على الإيد وفينا نرشه بخاخ، طريقته كتير سهلة على البقع، فاتر زيوت شو ما كانت كله بيختفي مع ديتاش إكسبرس وبسرعة. فينا نستعمله على الموكات، على السجاد، على الشراشف، على الكنبيات، فرشة التخت وأكيد على التياب حتى الحرير. مواصفاته فرنسية وأهم شغلة إنه كمية صغيرة قادرة على إزالة عدد كبير من البقع وبثواني، بنظف كل شيء والميزة الأهم إنه بحافظ على نضارة الألوان. ديتاش إكسبرس هو كيلو بيضاين مدة كتير طويلة وفيكن تحصلوا عليه ب40 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان، ما إلكن إلا تتصلوا ببستلر على 01-44-55-55 وبيوصل لعندكن فري ديليفري. هول كانوا الايتمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا ببستلر على 01-44-55-55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دايما على MTV.